السلام عليكم. خلاص المحاضرة اللي فاتت عرفنا ازاي نعمل سيت اب للانفايرومنت اللي هنكتب عليه الجافا. شفنا الاديتور، شفنا الاي دي اي، وشفنا اشهر الاي دي اي للتعامل مع الجافا. شفنا الخطوات بتاعت الكومبايل من استدعاء الكومبايلر جافا كومبايلر، وبعدين بيطلع حاجة اسمها البايت كود، وبعدين البايت كود ده بنحطه على الجافا فيرتشوال ماشين عشان ننفذ مين، ننفذ البرنامج بتاعنا. اليوم بقى وكما هي العادة في معظم التكست بوك أو المراجع الخاصة بكتابة البرمجة، هتلاقي أول كود عينك بتقع عليه اسمه جافا، اسمه هيلو وورلد بروجرام، أو هو برنامج بسيط لعرض رسالة على الشاشة. ليه البرنامج ده؟ البرنامج ده بيبين بشكل كبير اللي اوت او الديزاين او التخطيط بتاع البرنامج، بيبان العناصر الرئيسية في البرنامج من خلال البرنامج البسيط ده، رغم يعني ان البرنامج بسيط ما بيعملش حاجة، هو جاست ان بيعرض مسج على مين؟ على الشاشة. تمام كده؟ طبعا زي ما حضراتكم عارفين من المحاضرة السابقة كان معايا برنامج اللي هو كان هيلو جافا. تمام؟ ده البرنامج او السورس كود بتاع حضرتك. بعد كده بتروح تنفذ الكوماند لاين اللي باين قدام حضرتك ان بتستدعي مين؟ تستدعي الجافا كومبايلر، وده اسم الفايل، واتفقنا اسم الفايل ده هو اسم الكلاس اللي موجود داخل البرنامج بتاع حضرتك، واتفقنا البرنامج لازم يكون دوت جافا. بعد ما استدعيت الكومبايلر هيبدا الكومبايلر يتشيك على السنتكس، على اللغويات بتاعه الكود اللي حضرتك كاتبه، وتشيك على الرولز. إن لقى الدنيا كلها تمام اوكي، لقى في مشاكل هيعرض لك مسج. بعدين حضرتك هتروح تعدل تاني لو في مسج او الايرور مسج، تعدل السورس كود بتاع حضرتك، وفي الاخر لو الكومبايلر شايف ان كل حاجه تمام هيرجع بحاجه اسمها البايت كود، هو نفس الفايل اللي هو هيلو، بس الامتداد بتاع حضرتك بقى ايه؟ بقى دوت كلاس. ده بايت كود اقدر بعد كده عن طريق الانتربريتر او عن طريق الجافا فيرتشوال ماشين هقول له جافا هيلو فقط بدون امتداد، يبدا يعرض الخارج بتاع حضرتك على مين؟ على الشاشه. تمام؟ زي ما قلت ان اول بروجرام الناس بتكتبه هو مين بقى؟ هو الهيلو وورلد. البرنامج ده زي ما حضرتك شايفه قدام حضرتك كده. تمام؟ اولا احنا هنشوف بعض الكي ووردز او بعض الكلمات المفتاحيه اللي مش مطلوب منك قوي يعني تعرف تفاصيلها ايه، لكن هنشوف شكل البرنامج الرئيسي. شكل البرنامج الرئيسي حضرتك لاحظت ان هنا مين؟ هنا التست. مين التست ده؟ ده اسم الكلاس، الكلاس نيم، واللي مطلوب مننا ان الكلاس نيم يبقى هو مين برضو؟ هو الفايل نيم. يعني حضرتك مخزن الفايل بتاعك فين؟ المفترض ان انا متوقع دلوقتي ان الفايل بتاع حضرتك اسمه test.java. ليه test.java؟ لان اسم الكلاس الرئيسي test المفروض يكون اسم مين؟ اسم الفايل بتاع حضرتك. طيب قلنا قبل كده يعني ايه كلاس، وعشان تعرف كلاس المفروض بتقول بتذكر صراحه public class او كلمه تانية، بس اهم حاجه ان يكون موجود معاك كلمه من الكلمات المفتاحيه اللي بتقول ان ده كلاس. عامه في الجافا البرنامج كله ببعضه هو عبارة عن مين؟ عبارة عن كلاس. الأقواس اللي موجودة قدام حضرتك دي بنقول عليها بتعمل جروبينج أو عبارة عن ديليمتر. يعني إيه؟ يعني إيه اللي جوه الكلاس من بداية الأوبنينج براث، من بداية القوس المفتوح ده إلى القوس بتاع الغلق، كل ده داخل الكلاس. تمام؟ طبيعي ان البرنامج بتاع حضرتك بتاع الجافا يبقى at least في one class. طبعا عشان حضرتك تعرف يعني ايه class ارجع في محاضرة سابقة كنا بنتكلم فيها ليه او ليه الناس بتتكلم بالجافا، وقلنا الجافا عبارة عن object oriented programming اللي هي عبارة عن object وclass، وهناك شرحنا معنى الclass عبارة عن ايه. تمام؟ طب داخل الclass هتلاقي ايه؟ داخل الclass هتلاقي حاجة اسمها method او function. اوكي؟ function او method. يعني ايه function او method؟ داخل الكلاس في مجموعة من الميثود، مجموعة من الدوال، مجموعة من الدوال، كل دالة عبارة عن شوية اوامر بتعمل وظيفة معينة، ده بيتقال عليه method. ومن اشهر الميثود ولازم يكون على الاقل في واحدة موجودة في البروجكت بتاع حضرتك او في الابليكيشن بتاع حضرتك اسمها المين method. مين method؟ يبقى احنا عندنا فوق في فايل، اسم الفايل هو اسم الكلاس،
داخل الكلاس مجموعة من الميثود لازم واحدة فيها اسمها مين؟ اسمها المين، والمين دي ام سمول. لاحظ ان الجافا كيس سنسيتيف. يعني ايه كيس سنسيتيف؟ يعني الحاجة الكابيتال تتكتب كابيتال، السمول يتكتب سمول. لو انت غيرت حرف الجافا ما يعرفكش، تمام كده؟ يبقى احنا عندنا المين ميثود لازم تكون موجودة اتليست وان مين ميثود، معاه كده واحدة فقط في الابليكيشن لازم تكون موجودة. اتفقنا من فوق ان انت بتتكلم في فايل، الفايل ده الاسم بتاعه هو اسم الكلاس الرئيسي، داخل الكلاس موجود مجموعة من الميثودز واحدة فيهم اسمها مين، ومن هنا بيبدأ الاوبريتنج سيستم او البروسيسور يبدأ ينفذ البرنامج بتاعك او الانستراكشن بتاعتك واحدة واحدة. طب داخل الميثود فيه ايه؟ في مجموعة من الانستراكشن، مجموعة اوامر. كل سطر مكتمل البناء لازم تلاقي في اخره مين بقى؟ لازم تلاقي في اخره سيمي كولون، الفاصلة المنقوطة. طبعا حضرتك لو اخليت بالكلام ده الكمبايلر مش هيسيبك، تمام كده يا اخوانا؟ يبقى احنا فهمنا دلوقتي اللي اوت بتاع البرنامج. السطر اللي باين قدام حضرتك ده كله بيعمل ايه؟ جاست بيعمل برينت لاين، برينت لاين بيطبع سطر، برينت لين دي يعني بيطبع سطر. طب مين البرينت لين دي؟ البرينت لين اللي ظهر قدام حضرتك دي هي عبارة عن ميثود. ايه ده؟ يبقى انت عند حضرتك ميثود اسمها برينت لين، وعند حضرتك ميثود اخرى اسمها المين، وفي ميثود جوه الميثود دي ميثود برينت لين بتعمل ايه؟ بتطبع. تطبع مين؟ بتطبع مسج. فين المسج دي؟ هي هيلو وورلد. مين اللي قال ان هيلو وورلد دي مسج؟ الدبل كوتس اللي موجودة حوالين الرسالة، تمام كده؟ طبعا الكلام ده هنتكلم عليه بالتفصيل فيما بعد، لكن خلينا نكمل العرض بتاعنا. زي ما قلت لحضرتك ان الجافا بروجرام عبارة عن مجموعة من الكلاسز والميثودز، تمام؟ وان الميثود بتاع حضرتك عبارة عن مين؟ عبارة عن مجموعة من الستيتمنت، مجموعة من الاوامر زي الامر اللي باين قدام حضرتك، وكل ستيتمنت عبارة عن لاين اوف كود وبيؤدي وظيفة معينة. زي مين؟ زي برينت لين. برينت لين اللي هي برينت لاين، برينت لاين بيطبع مسج، ودي هي عبارة عن مين؟ عن المسج بتاعتنا او الرسالة بتاعتنا اللي هتتعرض على الشاشة. لاحظ بس ان برينت لين مش بيطبع على برينتر، برينت هنا معناها ديسبلاي على السكرين، بيعمل عرض على مين؟ على السكرين او على الشاشة، تمام؟ يبقى حضرتك كده عندك سورس فايل تحته في كلاس، داخل الكلاس في مجموعة من الميثودز، طبعا قلنا لازم يكون في المين ميثود، داخل الميثود في مجموعة من مين؟ مجموعة من الستيتمنت، وممكن يكون موجود اكتر منين؟ اكتر من ميثود. طبعا حضرتك ان الكلاس او الميثود المفروض تكون معمول لها ديليميتر او معمول لها جروبنج للكود اللي جواها عن طريق مين؟ عن طريق الكيري براسز اللي هم الاقواس بتاعة الفتح ومين والغلق، تمام؟ زي ما قلنا ان الجافا فيرتشوال ماشين هو بيحاول يعمل راننج بيروح يدور على مين بقى؟ على الكلاس اللي حضرتك بتدهوله على الكوماند لاين. انت كنت من شويه بعد ما عملت كومبايل لو انت فاكر في المحاضره اللي فاتت كنت بقول له جافا تيست، التيست ده هو مين؟ هو اسم الكلاس. فهنا بيبدا شغل من عند الكلاس ده، تمام كده؟ وبعد كده يبدا يدور على الميثودز اللي داخل مين؟ اللي داخل الكلاس اللي حضرتك ذكرته، تمام؟ زي ما قلنا ان كل جافا ابلكيشن، كل بروجكت على الاقل فيه مين؟ في وان كلاس، تمام؟ وعلى الاقل فيه مين؟ في وان مين ميثود، مش مين لكل كلاس، لا هي مين واحده فقط لمين؟ للبروجكت او للابلكيشن. طيب في حاجة تانية احنا شفناها في الانستراكشن بتاع الطباعة، هتلاقي ان مكتوب system.out.println، وقلنا print lin دي معناها ايه؟ معناها print line. print line يعني ايه print line؟ يعني بيطبع سطر، تمام كده؟ ده بيعرض على مين؟ بيعرض على الشاشة، معناها print line، تمام كده؟ طيب الجملة اللي كانت ظهرة قدام حضرتك اللي هي public static void mean string وبين اقواس وبعدين args،
اولا احنا قلنا ان المين دي عباره عن مين؟ عباره عن الميثود، والميثود الرئيسيه اللي الاوبريتنج سيستم او نظام التشغيل او الجافا فيرتشوال ماشين بيبدا ينفذ من هنا. تمام. طب يعني ايه void؟ void دي لما نيجي نتكلم على الميثود والفانكشن هنعرف ان الفويد معناها بتعمل نو ريتيرن، ما بترجعش بحاجه. تمام، ان الداله دي لما بتشتغل ما بترجعش بحاجه. الجزء اللي موجود هنا داخل الاقواس اللي هي البرنتسيس دي بيتقال عليها ارجومنت، الارجومنت بتاع الداله، او الداله دي لما بتشتغل او المين لما بتشتغل محتاجه ايه. يعني مثلا حضرتك مثلا لما كنت بتروح تستدعي ايام زمان على التليفونات كان في خدمه كده، والخدمه دي كنت مثلا بتطلب بيها الوقت او التاريخ مثلا، فممكن تكتب رقم كودي وبعدين تدخل واحد او اتنين، او انت مثلا بتستدعي خدمه العمله على تليفون خدمه العملاء، تمام، او بتطلب تشحن رصيد او بتكلم حاجه، فيقول لك والله ايه انت ندحت الاسيستنت، فيجي لك رساله والله لو انت عاوز كذا اضغط واحد، لو انت عاوز كذا اضغط اتنين، لو انت عاوز كذا اضغط ثلاثة، لو عاوز ترجع للقائمه الرئيسيه اضغط اربعة. ايه اللي انت بتقوله ده؟ هي دي المعاملات بتاعه الداله اللي بتحدد الداله هتعمل ايه بالظبط وهتشتغل على مين. تمام، زي ما قلنا ان الميثود دي عباره عن مجموعه من الستيتمنت اللي هم في سيكونس، مجموعه اوامر مرتبه. تمام، زي ما قلت ان الاسم بتاع المين هو اسم سبيشال شويه لان ما ينفعش اغيره، دي المين ميثود ولازم تكون موجود. ولما البرنامج بيشتغل عند اول ستيتمنت موجوده فين؟ موجوده في المين، ولما المين بتخلص البرنامج بتاع حضرتك خلص. تمام، سيستم دوت اوت ده عباره عن ايه بقى؟ سيستم ده بالنسبه لنا ده عباره عن كلاس، والاوت ده عباره عن اوبجكت. تمام، والسيستم ده بيتقال عليه ستاندرد اوت اوبجكت، ستاندرد اوت اوبجكت ده الخاص بالحاجات القياسيه اللي بتقدر منها تعمل ادخال واخراج، تعمل منها ادخال واخراج. تمام، وزي ما قلت الجمله بتاعت حضرتك او البرنامج كان بيعمل ديسبلاي للانفورميشن على الكوماند ويندو. تمام، في نقطه مهمه جدا، احنا قلنا البرنت لين بتعمل ايه؟ بتعمل برنت لاين، برنت لاين. طب فين التوصيف او الديسكريبشن بتاع الكود ده؟ يعني هو هيعمل برنت لاين ازاي؟ انت هنا مجرد عملت لما بتقول له برنت لاين فانت عملت استدعاء لداله بتطبع، لكن فين الديسكريبشن بتاعها وازاي اشتغلت؟ ده موجود في حاجه اسمها الاي بي اي او الابلكيشن انترفيس. يبقى التعريف بتاع الداله بتاع الميثود، الوصف التفصيلي بتاعها، يعني انت مثلا عامل برنامج يجمع رقمين فيقول له ياخد الرقم الاولاني مع الرقم الثاني ويجمعهم ازاي ويطبع الناتج، ده اسمه الديكليريشن. انت مجرد ما قلت له اجمع فانت عملت كول استدعيته، فاللي باين دلوقتي في البرنت لاين ان انا عملت استدعاء. طب فين التعريف او التوصيف بتاع الداله؟ ده مش شغلة حضرتك، في ناس قبلك من المطورين بتوع اللغه عملوا الكلام ده وادولك عديد من التولز والبرامج اللي تقدر تساعدك في ده، بيتقال عليها الاي بي اي بتاع اللغه او الابلكيشن انترفيس. يبقى انا النهارده عشان اكون بروجرامر شاطر ممكن ابذل وقت كبير جدا عشان ابني داله، وفي الاخر اكتشف ان الداله دي حد كتبها لي قبل كده وموجوده قبل كده في كلاس، او موجوده قبل كده في مين؟ في اوبجكت. الجزء ده للمطورين بتاع لغه الجافا اسمه ابلكيشن انترفيس. فالابلكيشن انترفيس الناس اللي موجوده في الشركه بتاعت سان مايكرو سيستم اللي عاملين الجافا عندهم حاجتين، في حاجه خاصه بالجافا لانجويج سبيسيفيكيشن اللي هو شويه القواعد والرولز، يعني على الدوام حط برنتسيز حوالين مين؟ حوالين الفور مثلا، في كي وورد اسمها فور بتعمل لوب، لما تيجي تتكلم عليها لازم تحط مين؟ لازم تحط الاقواس دي. تمام كده، مثلا لما تحب تضرب رقمين حط لي الاسترسك، دي القواعد، دي الرولز بتاعت اللغه، ده جزء من تعريف اللغه. الجزء الثاني خاص بالابلكيشن بروجرامنج انترفيس اللي هو الاي بي اي اللي ذكرناه دلوقتي. تمام، وده بيحتوي على الالاف من التولز من الادوات اللي بتساعدك ان انت تطور البرنامج بتاعك. تمام كده، يعني مثلا انا عاوز ارفع لاس، مفيش حاجه ترفع لي لاس مباشره، اوبريتور مباشر يرفع لاس، يعني عاوز اقول 5 اس 10 دي في اللغه الاصليه مش موجوده، امال ايه الحل؟ في ميثود اسمها باور،
موجوده فين؟ موجوده في اي بي اي مثلا. عاوز تعمل ويندو، ويندو اوكي، هتلاقي عندك في حاجه اسمها الجي فريم، تمام كده. عاوز تشوف ان اليوزر ضغط كليك وانت بتكتب برنامج، عاوز تتاكد ان اليوزر راح ضغط كليك او حرك الماوس على مفتاح او راح على ويندو، تمام كده. هتلاقي حضرتك في حاجه بتعمل كده داخل الاي بي اي. يبقى الاي بي اي هي مجموعه كلاسز ومجموعه تولز بتمكنك ان انت تطور البرنامج. مين اللي عمل الكلام ده يا اخوانا؟ الجافا كوميونيتي بروسس او الجي سي بي. يبقى احنا دلوقتي خلاصه الكلام، اولا الجافا بروجرامنج لانجويج من ضمن الحاجات هو عباره عن كيس سنسيف، يعني حضرتك الحاجه الكابيتال تتكتب كابيتال، السمول يتكتب سمول، يعني كلاس اللي حضرتك بتكتبها وانت بتشير الى الكلاس السي بتاعتها مش كابيتال، ما لاقيكش عامل كده، ده كده البرنامج بتاعك مش هيشتغل، تمام كده. الحاجه الثانيه ان البرنامج بتاعك الوقت معرف كلاس اسمه ايه اللي احنا شغالين عليه، اسمه تيست. فالتيست ده اسم الفايل واسم مين؟ واسم الكلاس. حضرتك وانت بتكتب انت حر اكتب اسم الكلاس زي ما حضرتك عاوز، لكن كاصطلاحيا كده يفضل ان الاسم بتاع الكلاس يكون كابيتال ريتر، اول كلمه فيه تكون كابيتال، اول حرف فيه يكون كابيتال. لو اكتر من كلمتين كل كلمه يكون الاول فيها يكون ايه؟ يكون كابيتال. وزي ما قلنا النيم بتاع الكلاس لازم يكون ماتشد مع النيم بتاع مين؟ بتاع الفايل. في كمان ميزه مهمه جدا في لغات البرمجه تقريبا ما عدا البايثون، ان في حاجه اسمها وايت سبيس كاركتر. وايت سبيس كاركتر يعني ايه وايت سبيس؟ يعني السبيس اللي هي المسطره بتاعه المسافات، والتاب اللي هي الصداده بالعربي، لو حد يعرف لها معنى تاني يبقى يقول لي. يبقى في سبيس وفي تاب موجود على الكيبورد اللي هو ثالث مفتاح على اليسار على الكيبورد، والسبيس اللي هي مسطره المسافات، وفي كمان مين؟ وفي مفتاح انتر. الثلاثه دول بنقول عليهم وايت سبيس كاركتر. الكومبايلر بتاع حضرتك ما بيشوفهمش، ما بيفرقش ما بينهم وبيتجاهلهم تماما. فنقدر استعمل السبيس والتاب والانتر عشان ازود الريدابيليتي او قراءه الكود، عشان يبقى الكود بتاعي ماله، الكود بتاعي يبقى مور ريدابل، لان الكومبايلر احنا عارفين الكومبايلر ده واحد دقيق جدا، محتاج هنا قوس لازم يلاقيه، محتاج هنا براس لازم يلاقيه، محتاج هنا سيمي كولون لازم يلاقيه. طب انت النهارده بتدي مسافات هيدقق معاك؟ لا، الوايت سبيس كلاكتر الكومبايلر بتاعك بيعمل ايه؟ بيطنشه، تمام كده. طيب في كمان حاجه مهمه جدا اسمها كومنت. الكومنت دي عباره عن ايه؟ او الكومنت، الكومنت دي تعليق. انت بتكتب كود، فالكود اللي موجود قدام حضرتك ده لازم يكون كود جافا. طب ينفع اكتب مثلا انجليزي كده ان البرنامج ده معمول عشان يجمع رقمين؟ ممكن اكتب كلمتين عربي اوكي، ممكن اعمل الكلام ده. الكلام ده هيبقى لمين بقى؟ مش هيبقى لليوزر. مين اللي بص على الكود؟ البروجرامر. لو حضرتك كاتب برنامج كبير جدا هتيجي في وقت ما تنسى المتغيرات بتاعتك كانت بتاعت مين، وتنسى التوصيف بتاع البرنامج، وتنسى السطر ده، السطر ده كنت حاطه ليه بالشكل ده، تمام. فحضرتك محتاج تكتب كلام عادي، تمام كده، بحيث ان الكومبايلر ما يدققش معاك. احنا عارفين الكومبايلر هيدقق مع كل حاجه حضرتك عاملها، ويا ترى دي خاضعه للرولز ولا مش خاضعه، تمام. فعشان تكتب محتاج تعمل ايه بقى؟ محتاج تقول ان ده كومنت، او تدي مسج للكومبايلر تقول له لو سمحت يعني كبر دماغك في الحته دي. عشان يكبر دماغه يعمل ايه؟ تيجي على اول اي سطر او من بدايه الكومنت وتعمل ايه؟ تعمل اتنين سلاش زي اللي حضرتك شايفهم دول، يعني قاعد تكتب كود، بتكتب كود كل ده زي الفل. حبيت تكتب بقى بمزاجك هتعمل ايه؟ هتحط اتنين سلاش وتكتب مثلا انا عاوز بس اغير الفونت شوية او الكالر. هكتب هاي مثلا، هاي اميرة. اللي انا كتبته ده الوقت ده مش جافا مع كده. ايه اللي هيخلي الكومبايلر ما يديكش على ده خطأ؟ وجود مين؟ الاتنين سلاش اللي موجودين دول، ده نوع من الكومنت، تمام كده. حاجة تانية الكومنت ده طبعا ده وظايفه كتير. ممكن لو انت بتعمل ديباج او بتعمل تريس للبرنامج، فعندك مجموعة اكواد انت شاكك ان فيها خطأ، فبدل ما امسحها وما اقدرش اقول ان ده الغلط ولا مش الغلط، فبعمل ايه؟ بقوم جاي على الكود ده حاطط عليه اتنين سلاش. يبقى انا كده بقول له لو سمحت تجاهل المكان ده والله، وابدا اشغل من غيرهم
وعلى حسب اقدر ارجعهم ولا ما ارجعهمش تاني بناء على مين؟ على الاثنين سلاش اللي موجودين. تمام كده. الانواع بتاع الكومنت اللي موجوده في الاند اوف لاين كومنت، يعني ايه؟ يعني لو حضرتك كتبت كده من هنا يبقى كل ده كومنت لحد مين؟ لحد نهايه السطر. تمام. النوع الثاني في التراديشنال كومنت، وده سبريد اوفر لاين، يعني لو حضرتك عندك شويه حاجات كده وعاوز تعملهم كومنت، هاجي هنا احط العلامه دي واجي هنا احط العلامه دي، يبقى كل الجزء ده عباره عن مين؟ عباره عن كومنت. في نوع ثالث من الكومنت اسمه جافا دوك كومنت، ودي خاصه بالجافا ديفلوبمنت كيت، ودي بشكل ما بتحاول تجيب حاجه شبه الهلب او بتكتب الكومنت بتاعتك في ويب بيج فورمات. تمام كده يا اخوانا، هنشوف الكلام ده اثناء الكود ان شاء الله. خلاصه الكلام ان احنا عندنا الانتاير بروجرام ده البرنامج بتاع حضرتك، ده الكلاس ديسبلاير ده الكلاس كله بالكامل، واتفقنا البروجرام بتاع حضرتك داخل الجافا هو عباره عن مين؟ عباره عن كلاس. اتفقنا ان داخل الكلاس في مين؟ في ميثود اسمها مين، واتليست لازم تكون في وان ميثود اسمها مين داخل البروجكت بتاع حضرتك، لازم تكون موجوده. داخل الميثود في مجموعه من الستيتمنت هي عباره عن انستراكشن للكمبيوتر، هنا ده عباره عن برينت لاين، وقلنا ده عباره عن كلاس اسمه الستاندرد اوبجكت، وده عباره عن اوبجكت منه، وده عباره عن ميثود بتعمل برينت لاين. برينت لاين لمين؟ للجمله اللي باينه قدام حضرتك ان هو يو ويل لاف جافا، ان انت هتحب الجافا مثلا. اللي موجود داخل البرينت لاين ده بيتقال عليه ارجومنت زي ما قلنا، والارجومنت بتاعنا دلوقتي عباره عن مين؟ عباره عن مسج. تمام، وقلنا نهايه كل سطر عباره عن مين؟ السيمي كولون، وقلنا الاقواس دي هتلاقي هنا في قوس مفتوح وهنا في قوس اخر، ده واحد وده مقفول، وده قوس بتاع الكلاس، وده القوس بتاع مين؟ وده الكلاس، ده الاوبننج براس وده الكلوزنج براس بتاع الكلاس، ده الاوبننج براس بتاع الميثود، وده الكلوزنج براس بتاع مين؟ بتاع الميثود. دي مجموعه المصادر اللي اعتمدنا عليها في اعداد المحاضره، اتمنى ان الكلام ده يكون مفهوم لحضراتكم. ادا الكود اللي حضرتك كتبته، شفنا يعني ايه، شفنا الفيرست بروجرام لحضرتك، اول مره تشوف كود جافا باين لحضرتك. طبعا هنبدا نعرف يعني ايه بابليك وستاتيك وفويد، خلاص عرفنا المين عباره عن الميثود، عرفنا ان في كلاس رئيسيه والكلاس دي لها مين؟ لها نفس الاسم بتاع الفايل اللي موجود فيه السورس كود بتاع حضرتك. عرفنا يعني ايه ميثود موجوده جوه اوبجكت موجود جوه كلاس. تمام كده، عرفنا يعني ايه مسج، عرفنا ان كل سطر في الجافا بينتهي بمين؟ بينتهي بسيمي كولون. عرفنا يعني ايه ارجومنت. تمام كده، اللي هي دي الارجومنت. عرفنا كمان ان في كومنت، وشفنا انواع الكومنت. اتمنى في ختام المحاضره ان المحاضره تحوز على اعجاب حضراتكم، لا تنسونا من صالح دعائكم. ان شاء الله المحاضره الجايه هنبدا نتكلم بقى في توصيف كود، نبدا ناخد الفاريبل، يعني ايه فاريبل؟ يعني ايه كونستانت؟ يعني ايه اوبريتور؟ اجمع اطرح اضرب اقسم عشان اقدر اعمل برنامج بسيط ونشوف التنفيذ بتاعه. شكرا جزيلا لحضراتكم، ونلتقي بكم في محاضره قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.